أهلا بكم من جديد. بخمسة أعضاء فقط من كل طرف، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بدأت الجولة الثانية من المحادثات الليبية في بوزنيقة بالمغرب. المحادثات الحالية لم تشهد أي من سياسي الصف الأول في طرفي الصراع الليبي، وستبحث مجددا توزيع المناصب بينهما وسط خلاف على منصب محافظ البنك المركزي وكذلك مؤسسة النفط. محادثات بوزنيقة تتزامن مع جولة أوروبية للسفير الأمريكي في ليبيا، بدأها في باريس بمحادثات تناولت سبل حل الأزمة في ليبيا، وكذلك مساعي الألمانية لعقد مؤتمر دولي في برلين لبحث الأزمة الليبية. يبدو أن غياب الثقة بين الفرقاء الليبيين وخلافاتهم بشأن محضر الاتفاق المتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة لا تزال تعيق سير جلسات الحوار في بوزنيقة المغربية، رغم التفاؤل المغربي بالتقدم المحرز في الجولة السابقة. إرجاء وتعثر ولقاءات غير رسمية، إضافة إلى غياب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح عن الاجتماعات، عوامل تعكس حجم التجاذبات بين الطرفين وتداعياتها مع انطلاق جلسات الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة. ما ينقل من كواليس مقر الاجتماع يوحي بأجواء مشحونة تثير تساؤلات عن أسباب غياب شخصيات نافذة وتغيير بعض أعضاء وفدي التفاوض وإصرار كل طرف على عدم التنازل في ظل غياب المطالب الشعبية. محللون يرون أن مشاكل ليبيا لا تكمن في المناصب السيادية بل في القيادات، وأن تكون المصالحة الشاملة من أولويات الحوار، إضافة إلى ضرورة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات. ورغم خلافات الفرقاء تستمر الجهود الأمريكية لحل الأزمة الليبية من خلال السفير الأمريكي لدى ليبيا. تغريدة على حساب سفارة واشنطن في طرابلس تحدثت عن مباحثات للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع مسؤولين فرنسيين بقصر الإليزي ومقر وزارة الخارجية الفرنسية، وصفتها السفارة بأنها مثمرة. حراك دبلوماسي أمريكي يتزامن مع مساع دولية أخرى تقول واشنطن إنه جزء من دعمها لجهود الليبيين لتحديد مستقبلهم من خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة. وقوف على الملف الليبي، ينضم إلينا من لندن عبد الله الكبير الخبير في الملف الليبي، ومن تونس ينضم إلينا نايت ويلسون الخبير الأمريكي في الشأن الليبي بمعهد الولايات المتحدة للسلام. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع السيد عبد الله الكبير أو عبد الله كبير، الملف الليبي وأوراق هذا الملف لا تزال تتطاير أم أنها رست داخل الملف أخيرا؟ نعم، تحية طيبة لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. لا، في الواقع ما زالت الجهود مشتتة بين بوزنيقة وبين حوار مزمع عقده بين أطراف ليبية من مختلف القوى السياسية في جنيف بعد منتصف هذا الشهر. أيضا الآن تتحرك أمريكا وتتحرك ألمانيا لعقد مؤتمر دولي عبر تقنية الفيديو بعد غد الاثنين، يضم كافة الأطراف الدولية التي شاركت في لقاء برلين في يناير الماضي. في 18 من يناير الماضي التقت القوى الكبرى في مجلس الأمن مع الأطراف المنخرطة في النزاع الليبي وكذلك بعض المنظمات الأفريقية، وخرجوا ببيان ونقاط رأوا أنها هي السبيل لحل الأزمة الليبية. الآن يعاودون الاجتماع بعد غد الاثنين لتأكيد هذه المخرجات وأنها هي المدخل الوحيد لحل الأزمة الليبية. إذن هناك حراك دبلوماسي مكثف على أكثر من عاصمة على مستوى السفارة الأمريكية، والتي لديها خطة واضحة لحل الأزمة وتساند فيها البعثة الأممية. السفير نورلاند أجرى مباحثات في باريس، أعتقد أنها من أجل حث باريس على الضغط على خليفة حفتر لكي يتخلى عن المسار العسكري ولا يعرقل هذه المشاورات السياسية. وكذلك السفير أشار من خلال التغريدة إلى أنه ستكون هناك لقاءات أخرى في عواصم أخرى، أعتقد أنها ستكون أنقرة، ربما أبو ظبي، ربما القاهرة، وهي من أبرز الدول المنخرطة في النزاع الليبي. نعم.
طيب سيد ويلسون، كما قال سيد عبد الله كبير، هناك يعني خطة أمريكية وهناك مساعي لحل هذه الأزمة، إلى أي مدى أنت متفائل بهذه الخطة وما شاكلة هذه الخطة برأيك، الخطة الأمريكية؟ نعم، شكرا لاستضافتي. أولا أنا متفائل إلى حد ما حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق في جنيف أو في مكان آخر. السؤال في الواقع هو إن كان الاتفاق سيشتمل على الجميع، وهل سيمكن تطبيقه على الأرض، وهل يمثل الفرقاء الذين توصلوا إليه كل الجهات على الأرض لكي لا يفشل هذا الاتفاق. كل هذه الأمور هي أسئلة مهمة تطرح الآن. إمكانية الاتفاق والتوجه نحو التوصل إلى اتفاق هو أمر إيجابي من دون شك، وأعتقد أيضاً أن الاتفاق اليوم محتمل أكثر من أي وقت سبق في السنتين الماضيتين، ولكن هناك الكثير من العراقيل والتحديات التي لابد من تخطيها، وأمريكا في هذا المجال تستعمل مجهوداً دبلوماسياً كبيراً جداً يجدر أن نشكرها عليه. لا يوجد محور برأيك أو دعنا نقول سيناريو واضح قرأته أنت في الخطة الأمريكية لحل الأزمة الليبية؟ لا، هناك خطة أمريكية برأيي، خطة جيدة، ولكن ما هي الخطة؟ الأمر يعتمد. الخطة تقضي بالتوصل إلى اتفاق يرتكز على ما تم التوصل إليه في برلين، وكما قال الزميل بعض اللاعبين الكبار خاصة حليف حفتر قد كان ممثلا في الكثير من المباحثات، ولكن موقفه وإمكانية أن يوافق على اتفاق أو يحبط الاتفاق غير واضح. هذا يعني عمليا أن هناك مسار نحو الاتفاق، ولكن هناك أمور كثيرة يجدر أن تجد موقعها. هناك تحديات كثيرة تتعلق باستمرار دعم اللاعبين في الخارج لبعض الفرقاء داخل ليبيا، لذلك هناك تعزيز للمسار الدبلوماسي في عواصم غربية كثيرة. طيب، هناك كثير من الأسئلة سيد كبير طرحها سيد ويلسون فيما يتعلق ب تطبيق الاتفاقات المبرمة، اتفاق بوزنيقة، الحديث عن برلين وغير ذلك من الاتفاقات والأمور التي يتباحث فيها طرف الصراع الليبي. هل لديك إجابات على هذه الأسئلة التي طرحها؟ نعم، لدي بعض الإجابات. بالنسبة لحوارات بوزنيقة والتي تعثرت، كان يفترض أن تبدأ الأحد الماضي ثم أجلت إلى الثلاثاء ثم إلى الخميس ثم إلى الجمعة، ولم تعقد إلا اليوم. بدأت الجلسة الثانية اليوم الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في المغرب. طبعا هناك فرملة لهذه المباحثات أو هذه جولة الحوار هذه من خلال بعثة الأمم المتحدة التي لم تبدي ترحيبا بها، وأصرت على أن لا يسمى محافظ مصرف ليبيا المركزي أو محافظ المصرف الليبي الخارجي، وهما منصبان لهما حساسية لدى الأطراف الليبية ولهما امتداد سياسي واضح. وبالتالي اجتماعات بوزنيقة لن نتوقع منها الكثير، إلا ربما الاتفاق على المعايير التي على ضوئها سيتم اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة كمحافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، النائب العام، رئيس المحكمة العليا، رئيس جهاز الديوان المحاسبة، رئيس الرقابة الإدارية. أما بالنسبة لمسار جنيف وهو المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، هناك متغيران رئيسيان سيلقيان بظلالهما على هذا الحوار. أولا، إعلان المبعوثة الأممية السيدة ستيفاني ويليامز المبعوثة بالإنابة، قالت أنه قد تفرض عقوبات على من يعرقلون مسار الحوار السياسي، وهذا تهديد واضح لأي طرف محلي قد يعمد إلى عرقلة مخرجات جنيف أو أي عاصمة أخرى يعقد فيها الحوار الليبي. أيضا
متغير آخر هو إعلان السيدة ستيفاني ويليامز أن المشاركين في الحوار، الأطراف التي ستشارك في الحوار، لم تتولى أي مسؤوليات، وهذا طبعا سيثير إحباط كبير لدى الأطراف السياسية الليبية التي تريد أن تضمن لها مقعدا في السلطة القادمة. هل لذلك لم نرى شخصيات سياسية من الدرجة الأولى أو من المستوى الأول في اتفاقات أو في اجتماعات بوزنيقة برأيك؟ لا، بالنسبة لاجتماعات بوزنيقة لم تسمى أي شخصيات لتولي المناصب السيادية. لذلك أسأل، لذلك لم نرى يعني شخصيات على المستوى الأول، شخصيات سياسية في هذا الاجتماع على المستوى الأول بشأن توزيع المهام أو توزيع المناصب؟ هو يفترض أن المتحاورين من مجلس الدولة ومجلس النواب يتوصلوا إلى تفاهمات، وعندما يتوصلون إلى اتفاق نهائي كانت المغرب تخطط إلى دعوة عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق وخالد المشري رئيس مجلس النواب للتوقيع النهائي على هذا الاتفاق، ولكن عراقيل عديدة أو عدم التوافق على شاغلي المناصب السيادية، بالإضافة إلى أن بعثة الأمم المتحدة ألمحت أنها لن تعترف بأي أسماء قد يتم تكليفها بهذه المناصب، كل هذا جعل لقاء بوزنيقة يفقد زخمه، وبالتالي لن نرى عقيلة صالح أو خالد المشري في المغرب. أيضا لقاءات جنيف أو حوار جنيف المزمع عقده لتشكيل مجلس رئاسي جديد خلفا للمجلس الذي يقوده فايز السراج الآن، البعثة الأممية تطالب كل أطراف الحوار سواء القادمة من مجلس النواب وعلى رأسها عقيلة صالح، أو القادمة من المجلس الأعلى للدولة وعلى رأسها خالد المشري، أو الشخصيات التي ستشارك في هذا الحوار، أن لا تكلف نفسها أو أنها لن تكون ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة. ونحن نعرف أن هذه الشخصيات كعقيلة صالح وخالد المشري وأحمد معتيق وعضو المجلس الأعلى للدولة والكثير من الشخصيات الأخرى كانت تؤمل من خلال المشاركة في الحوار والفعالية في الحوار أن تكون ضمن طيب الحكومة المقبلة أو المجلس الرئاسي المقبل. نعم. طيب أتحول يعني سيد ويلسون، إن أردنا أن نقف على مضمون المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة في فرنسا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، كيف يمكن أن يعني تحل هذه الأزمة وما مضمون هذه المحادثات؟ أعتقد أن الهدف يقضي بدعم عملية تقودها الأمم المتحدة، وأن تكون الأحزاب الأساسية والفرقاء الأساسيين الذي تكلم عنها الزميل أن تجتمع وأن تحظى على دعم العواصم التي تدعم كل فريق، لأن الضغط الدولي والمجهود الدبلوماسي والمساعدات الدبلوماسية والعسكرية لمختلف الفرقاء هي التي عرقلت الحل في ليبيا، وهذا العنصر هو الذي أطال من حياة الصراع. أمريكا تحاول على وجه الحدود أن تدعم حوار ترعاه الأمم المتحدة، وطبعا هناك ربما ارتكاز على برلين، هناك مسار سياسي، مسار عسكري، ومسار اقتصادي، وأنا شخصيا أعتقد أن بعض الجهود خلف الكواليس في فرنسا والاجتماع بين السفير الأمريكي في فرنسا والسلطات الفرنسية يتعلق بمحاولة التوصل إلى موقف مشترك بين الدولتين حول المباحثات الليبية المرتقبة، وهذا أمر مهم خاصة لأن فرنسا حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية وتلعب دورا مهما أيضا في الملف الليبي منذ سنوات. شكرا لكما ضيفي الكريمين، من لندن كنت معي عبد الله كبير الخبير في الملف الليبي، من تونس كنت معنا نايت ويلسون الخبير الأمريكي في الشأن الليبي بمعهد الولايات المتحدة للسلام. شكرا لكما.